السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد أيها المسلمون عباد الله، اعلموا أن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من البدع والخرافات والضلالات والنار. أيها المسلمون عباد الله، روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. الحديث مرة أخرى أيها المسلمون لتحفظوه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. الحديث ثالثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر الكلام ثلاثا، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. هذا الحديث حديث عظيم، فيه مسائل وفوائد عظيمة ينبغي للمسلم أن يعتني بها اعتناء شديدا. فقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى قسمين: القسم الأول من سيدخلون الجنة، والقسم الثاني من سيدخلون النار. هكذا قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: فمن الذي سيدخل الجنة يا رسول الله؟ ومن الذي سيدخل النار يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أي أبى دخول الجنة وأراد أن يقتحم براثين جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. كل أمتي، وكل من ألفاظ العموم، وتعني أن الأمة كلها ستدخل الجنة إلا من رفض، إلا من أبى، إلا من قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أريد أن أدخل الجنة. ومن يأبى أن يدخل الجنة يا عباد الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة.
ومن عصاني فقد أبى. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. قد أفلح المستغفرون. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك ولا ند له ولا نظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كانت خطبتنا أيها المسلمون عباد الله عن الحديث الذي جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. هذا الحديث قسم فيه النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى قسمين: إلى قسم متبعون وإلى قسم مبتدعون. فأما القسم المتبعون فهم أمة الإجابة، وأما القسم المبتدعون فهم أمة الدعوة. وقسم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الناس إلى قسمين: قسم سيدخلون الجنة وقسم سيدخلون النار. فأما القسم الذي سيدخل الجنة فهم من أطاعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما القسم الثاني من الذي لم يدخل الجنة هم من رفضوا باعة رسول الله عليه وسلم. نسأل الله السلامة والعافية. فمن أراد الجنة أيها المسلمون فعليه بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل من أصول الإيمان، وهو أقصر طريق إلى الجنان، ولا طريق إلى طاعة الرحمن إلا بطاعة النبي العدنان. فتجب طاعته طاعة مطلقة لا مقيدة لا بوقت ولا بزمان ولا بمكان ولا بعدد ولا بشيء من أشياء الدنيا وزخرفها. فقد قال الله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أي أطيعوني. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ادعى قوم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فامتحنهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن أراد أن يحبه الله فليتبع رسول الله، ومن ادعى محبة رسول الله فليتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: أيها الناس اتبعوا ولا تبتدعوا فقد خفيتم. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: أيها الناس اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: أيها الناس اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فعودا على ذي بدء نقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: أيها الناس، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه. فقال عز من قائل كريم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم وكرم على عبدك ورسولك محمد صاحب الجبين الأنور والحوض الأظهر والدين الأظهر والجبين الأزهر، صلى الله عليه وسلم ما تعاقب الجديدان وما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة. الله أكبر، الله